أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قيام الثورة المباركة أكرمنا الله عز وجل بعدة مؤسسات وجمعيات تعمل في مجال تعليم القرآن، وذلك في الداخل السوري والمخيمات التركية بل والمدن التركية. جاءت فكرة المسابقة لنحصد نتاج هذا العمل الجاد من عدة جمعيات وعلى رأسها رابطة العلماء السوريين. أرسلنا لكل جمعية تهتم بتعليم القرآن بطاقة دعوة للمشاركة في هذه المسابقة على أن تجري امتحانا تحضيريا لاختيار أفضل 3 طلاب من كل فرع من فروع المسابقة. عندنا 8 فروع، 5 أجزاء، 10 أجزاء، 20 جزءا كامل القرآن، وهذا دون 18 سنة، كذلك 10 أجزاء و20 جزء وكامل القرآن لمن فوق 18 سنة، والقرآن نظرا يعني على الحاضر لمن هو دون 12 سنة. 8 فروع. طلبنا من كل مؤسسة أن تختار أفضل 3 طلاب بعد أن تجري لهم اختبارا وامتحانا، تختار لنا أفضل 3 طلاب حتى نجري لهم المسابقة. بعد اختيار الطلاب ترشح عندنا 250 طالب من الداخل السوري و100 طالب من تركيا. صعوبات التنظيم اللي واجهتكم في الداخل السوري؟ لا يخفى على أحد الصعوبات الصعبة التي يعيشها بلدنا الحبيب. لما دخلنا إلى الداخل السوري واجهنا أهم مشكلتين، مشكلة قصف النظام ومشكلة بعض المناطق التي يسيطر عليها التنظيم. فالمناطق التي يسيطر عليها التنظيم لم نستطع الدخول إليها، إنما في بعض المناطق خرج الطلاب إلى مناطق أخرى حيث الثوار حتى أجرينا لهم المسابقة. وأما المناطق التي هي تحت قصف النظام فطلابنا ضحوا من أجل القرآن رغم القصف ورغم الدمار، فشاركوا بأعداد جيدة وحتى فاقت المتوقع. بالنسبة للتنظيم في مدينة تركيا، المرحلة الأولى جعلنا في تركيا 3 مراكز، المركز الأول في عنتاب، المركز الثاني في كلس، المركز الثالث في أورفا. الطلاب القريبون من أورفا أجرينا لهم مسابقة في أورفا، القريبون من عنتاب أجرينا لهم مسابقة في عنتاب، القريبون من كلس أجرينا لهم مسابقة في كلس. هذا المرحلة الأولى. أما المرحلة الثانية فكان العدد أقل، لذلك كل طلاب تركيا أجرينا لهم مسابقة في عنتاب. وأما الداخل السوري فاقتصرنا على مركزين، المركز الأول في مدينة حلب والمركز الثاني في الحدود من طرف ريف إدلب. رسالة أخيرة بتحب توجهها للطلاب المشاركين معكم وللطلاب اللي كان له نية يشاركوا ما استطاعوا؟ أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، وإكرام أهل القرآن واجب محتم علينا. يا أهل القرآن استمروا في قرآنكم، استمروا في عطائكم، هذا نوع من أنواع الجهاد. هناك أناس يجاهدون بالسلاح، أناس يجاهدون بالمال، وأناس يجاهدون بالعلم، وأنتم تجاهدون بالقرآن، أنتم تسدون ثغرا، فثبتوا على هذا الثغر وأحسنوه حتى تكتبوا المجاهدين. الآن سوريا في وضع الحرب، ما هي رسالتكم التي تريد إيصالها في هذه المسابقة؟ لابد لكل مسلم أن يعيش مع كلام الله سبحانه وتعالى، لأن العيش مع كلام الله سبحانه وتعالى كأنك تعيش في روضة من رياض الجنان. والقرآن نور، والقرآن يطفئ الظلمة، والقرآن فيه السعادة والخير والبركة في الدنيا والآخرة، وهذا مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام:
تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا بحفظ القرآن الكريم، وأن يحفظ المسلمين، وأن يعجل بالفرج، وأن يجمع كلمة المسلمين على ما يرضيه سبحانه وتعالى، وأن يلهم الله عز وجل المسلمين الإقبال على كلام ربهم، لأن كما تقدم معنا آنفا فيه الخير والبركة والسعادة والحياة الطيبة. كونك رئيس اللجنة الفاحصة، ما هي نسبة تفاعل الطلاب معك في تلك المسابقة؟ كان تقديم الطلاب كان ممتازا جدا جدا، فهم متقنون في حفظهم ومتقنون في تجويدهم، وهم في حال مستوى عالي جدا، ونتأمل من الله سبحانه وتعالى النجاح للجميع. الحمد لله رب العالمين، يعني بفضل الله كانت هذه مسابقة مميزة بإقبال الطلاب واجتهادهم وحفظهم وإتقانهم، وكانوا يتنافسون في حفظهم، وفضل الله رب العالمين يعني كان إقبالهم جيد وأدائهم مميز، ونسأل الله عز وجل النجاح والقبول إن شاء الله. إن شاء الله. في الحقيقة ظهرت في هذه الفعالية المسابقة القرآنية الأولى للسوريين في سوريا وتركيا، ظهرت عدة نقاط إيجابية، منها التفاعل من المؤسسات المشاركة، المؤسسات القرآنية التي تعمل في مجال تحفيظ القرآن الكريم في سوريا وتركيا للسوريين، التفاعل كان جيدا جدا، التنسيق بين المشرفين في تركيا وسوريا في جميع المحافظات، سهروا الليالي الطوال، استمر العمل مدة شهور تنسيق من أجل هذه المسابقة، يعني من هذا المكان نوجه لهم تحية وشكر وعرفان لكل من ساهم ونسق ونظم، دكتور محمد حوا رئيس لجنة تعليم القرآن الكريم والدعوة، التنسيق مع الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم، مشكورون جميعا، مدير المسابقة، المشايخ القراء، يعني لم يألوا جهدا أبدا في إعطاء أي شيء يعني يجعل المسابقة متميزة، والحمد لله بعد 4 سنوات من انقطاع المسابقات القرآنية على مستوى سوريا عادت بقوة ومصداقية، وإن شاء الله تعالى تميز. نوجه شكر للمؤسسات اللي اشتغلت وعملت معنا، هيئة الشام الإسلامية، مؤسسة جيل القرآن، مجمع سلطان العلماء، معاهد نور الدين الزنكي، ومؤسسات كثيرة جدا في تركيا مثل جمعية صلاح الدين في كلس، وجمعيات كثيرة، نشكرهم جميعا للي ذكرنا اسمهم واللي نسيناهم، يعني شكر إن شاء الله جزيل إن شاء الله. طريقة تقييم الطلاب المتقدمين لهذه المسابقة ومرحلها. أخي بسقطة، كما رأيتم قامت المسابقة بفضل الله على أعلى درجات النزاهة والإنصاف بين الطلاب. كان في المسابقة لجنة مكونة من 3 حفاظ لكتاب الله عز وجل على القراءات العشر، بينهم شيخ قراء حلب، وكانت عبر ظرف مختوم ينتقيه الطالب من بين مجموعة الظروف ويقدم هذه الأسئلة لأحد أعضاء اللجنة فيقوم بسؤاله، ثم توضع العلامات كما ترى، ثم تأتيني العلامات أنا كلجنة التدقيق، فأقوم بتدقيق العلامات والمقارنة بينها ثم جمعها ووضع العلامة النهائية للطالب. مشاركتك في هذه المسابقة؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله كانت مسابقة يعني سهلة، وأنا شاركت في عدة مسابقات فكانت هذه المسابقة مميزة عن غيرها، الحمد لله. فاطمة السلام عليكم. وعليكم السلام. شو عمرك يا فاطمة؟ 6 سنين. 6 سنين، كم جزء حفظنا من القرآن؟ 15 جزء. شو رح حفظتيهم؟ مين ساعدك لحتى تحفظيهم؟ ماما وبابا. محمد شو عمرك؟ 6 سنين. كم جزء من القرآن حفظان؟ 17. شو اللي حفظتهم؟ بفضل الله تعالى، ثم الشيخ محمد فتح، ثم والدي الذين يتابعونني في البيت. ما شاء الله، كم صفحة باليوم كنت تحفظ؟ 2. فما يريد الله أن يعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم. إنما يريد الله ولا تعجبك. فلا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم.
شو هي الدوافع اللي خلتك تستمر في مسيرتك في حفظ القرآن الكريم وتطرق لمسابقة القرآن الأولى؟ والله أولا وأخيرا يعني هذا القرآن الله عز وجل يرفع به أقوما ويضع به آخرين، يعني الذي حملني على المتابعة ومداومة القراءة والحفظ أن القرآن هو زادنا في الدنيا والآخرة في حلنا وترحالنا أينما ذهبنا وأينما أقمنا. القرآن يعني الله عز وجل أكرمنا به في صدورنا فليبقى معنا حتى الموت إن شاء الله، وهذا ما دفعني على التكرار والاستمرار في الحفظ، وإن شاء الله أسأل الله عز وجل أن يعينني على إتمام الحفظ.